اهلا بكل متابعي الشوط الثالث عبر الشرقيه. سادتي الاحبه، يوم جديد من ايام منافسات بطوله اسيا برفع الاثقال للشباب والناشئين، للرجال والسيدات، والجاري احداثها في العاصمه الاوزبكيه طاشقند. سناخذكم سادتي الاحبه الى جوله جديده للتعرف على اهم انجازات واهم النشاطات في هذا اليوم الجديد. اهلا بكم. أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة. اليوم هو العاشر، وهذا اليوم هو الأخير من أيام بطولة آسيا برفع الأثقال. هذا اليوم سيشهد الكثير من النشاطات والفعاليات، لا سيما البطل العراقي علي عمار يسر الذي سيبحث عن منصات التتويج ليلتحق بركب العرب الذين حققوا أفضل الميداليات، المملكة العربية السعودية وسوريا الشقيقة بالإضافة إلى البحرين. العراق يبحث هذا اليوم التتويج بإذن الله تعالى. قبل الدخول في تفاصيل الحلقة الأخيرة والتغطية الأخيرة لبرنامج الشوط الثالث من الشرقية، تعالوا لنتابع هذا التقرير مع محمد الخفاجي. أُلغي الستار على منافسات بطولة آسيا للناشئين والشباب برفع الأثقال والتي جرت أحداثها في طشقند عاصمة أوزبكستان بمشاركة 290 لاعبا مثلوا 29 دولة من القارة الصفراء. النتائج الفرقية حسمتها الدولة المضيفة لصالحها، تلاها فيتنام ومن ثم المنتخب السعودي الذي حل بالمركز الثالث فرقيا. وشهد اليوم الأخير فرحة عراقية كبيرة بتتويج بطلنا الواعد علي عمار يسر بوسامين ذهبيين وآخر فضي بوزن 109 كيلوغرام، بعدما تفوق على نظيره الإيراني بفارق 9 كيلوغرام محققا أرقاما عراقية وعربية جديدة. ويأتي هذا الإنجاز مكملا لإنجازات رفع الأثقال في المحافل العربية والقارية، سيما وإن منتخبنا في هذه البطولة استطاع من خلال رباعه علي عمار يسر من تسيد جدول ترتيب المنتخبات العربية إلى جانب المنتخب السعودي الذي حقق هو الآخر وسامين ذهبيين، فيما لم يتمكن أي منتخب عربي آخر من الظفر بأي وسام ذهبي. وعلى هامش هذا المحفل الكبير، كرمت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا برفع الأثقال قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث بدرع البطولة. أهلا بكم سادتي الأحبة. اليوم الأخير من منافسات بطولة آسيا برفع الأثقال في طاشقند سيشهد تنافسا كبيرا بين أقطاب آسيا، لا سيما المتسابقين في وزن 109 كيلوغرام. العراق وإيران والمملكة العربية السعودية وسوريا وكوريا الجنوبية وأوزبكستان، هذه الدول ستتنافس في اليوم الأخير على ما تبقى من الميداليات الملونة. سادتي الأحبة، قبل أن نتعرف على استعدادات بطلنا علي عمار يسر، تعالوا لنتابع أهم المتسابقين والسباقات التي شهدها اليوم الأخير. أهلا بكم من جديد سادتي الأحبة في هذه التغطية الحصرية لقناة الشرقية لمنافسات بطولة آسيا برفع الأثقال للشباب والناشئين والجارية أحداثها في العاصمة الأوزبكية طاشقند. وصلنا إلى اليوم الختامي من منافسات هذه البطولة، وبعد أن تعرفنا على آراء الكثير من رؤساء الاتحادات العربية والآسيوية وحتى رئيس الاتحاد الآسيوي، اليوم سنجعل ختامها مسك مع رئيس اتحاد غرب آسيا، والذي سنتحدث معه عن تفاصيل كثيرة تهم الاتحاد الغرب آسيوي، لا سيما أن العراق يترأس هذا الاتحاد. أحيي أجمل تحية ضيفي الكريم الدكتور مصطفى صالح، رئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، ضيفا كريما في هذه الفقرة الخاصة لبرنامج الشوط الثالث عبر الشرقية. أهلا بك أستاذ محمد، أهلا وسهلا بالشرقية، حياك. كان الله في عونك. أنت الآن عضو لجنة فنية في الاتحاد الآسيوي وفي الاتحاد الدولي، وأيضا عضو هيئة جوري ورئيس اتحاد غرب آسيا، المناصب كثيرة، لكن مصطفى صالح جدير بقيادته. الحمد لله وشكرا. تعرف يعني البطولة كانت ممتدة 10 أيام، وكان في عندنا نقص بالكوادر التحكيمية، فلذلك كان لازم ننزل إلى الجوري، والحمد لله توفقنا في لله الحمد.
سأبدأ معك من بطولة آسيا، هذه البطولة الصعبة الشرسة اللي شهدت منافسة صعبة جدا خصوصا في اليومين الأخيرين. كيف ينظر الدكتور مصطفى صالح لهذه المنافسات خلال هذه الأيام الأخيرة؟ مثل ما تعرف يمكن احنا ذكرنا بلقاء سابق سوينا عبر انه الأوزان الثقيلة هي اللي راح تكون بها المنافسات شديدة مشتدة، خصوصا بعد ما وصلوا اللاعبين الأبطال الإيرانيين، وبالتالي شفت المنافسة شلون صار لها طعم كبير. يبقى لنا اليوم احنا ان شاء الله المنافسة الأخيرة اللي راح تكون مع العراق واللاعب الإيراني، وزائدا أوزان فوق الثقيل ان شاء الله. نعم طبعا كل القلوب ترنو صوب بطن علي عمار يسر، وأراك خليقا. طبعا والله من البارحة. نعم يعني من البارحة، يعني تعرف انت عندنا هذا اللاعب يتنافس على الذهب، وإن شاء الله يعني إن يكون متوفق، لأنه تدري اللي صار معانا ويا اللاعب علي عباس من إصابة يعني مفاجأة، فتخليك شوية مشدود وقلق، وهاي يعني لازم تكون قلق. الحمد لله الحمد لله. بالمناسبة نحن أجرينا اللقاء قبل منافسات علي عمار يسر، لذلك سنتحدث عن إعداد العراق. سأبدأ معك كونك عنصر مهم في الاتحاد العراقي لرفع الأثقال مع الأخ محمد كاظم مزعل رئيس الاتحاد. اقتصرنا على لاعبين فقط وذهبنا بقوتنا لبطولة التضامن التي ألغيت بقرار حكومي أولمبي، ومن ثم الذهاب إلى بطولة آسيا والعرب التي ستقام في البحرين. لماذا لاعبين فقط؟ أكيد أنه إحنا كبداية إحنا مرتبين البطولات، مثلا الشباب والناشئين يكونون في بطولة العرب اللي راح تقام في البحرين، المتقدمين الخط الأول كان للتضامن الإسلامي، وبالتالي نعمل على شغلة النوع وليس الكم. مثل ما تعرف أول شيء ضغط للمصاريف، اثنين إظهار المنتخب العراقي بالشكل الصح، إنه نشترك باللاعبين اللي هم يحققون النتائج المتقدمة، على أقل تقدير يكون من بين الستة الأوائل أو من الناس اللي تتحصل على الأوسمة. أما أن المشاركات العبثية فبصراحة نحاول نبتعد عنها، فلذلك كانت مشاركتنا مختصرة على لاعبين، أفضل لاعبين اثنين فئة دون 20 سنة، وإن شاء الله نحقق الوسام. ما صحة المعلومات التي نمتلكها أن العراق اختزل مشاركته لسببين؟ السبب الأول عدم جاهزية البعض، والسبب الآخر هو الأموال التي تقف حائلاً في عدم إفساح المجال للكثير من المشاركين العراقيين على مستوى الإناث والذكور. لا هو مثل ما تعرف أنه عدم الجاهزية، لا الكل إحنا يعني من يكون عندنا معسكر تدريبي استعداداً لبطولة معينة راح يكون لكم معسكر تدريبي، وحالياً المعسكر التدريبي بالضبط امتد 6 أشهر بدعم من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية. فمال أنه عدم جاهزية، لا أكيد إحنا نجهز اللاعبين المؤهلين حتى يشاركوا. اثنين الأموال هو شيء طبيعي، حاليا الاتحادات العراقية بشكل عام تأخذ منح، وهذه المنح أنت لازم تقسمها وفق البطولات اللي عندك، وفق الاجتماعات اللي عندك، وفق البطولات الداخلية، فما ممكن أنه أنت تشترك بكل البطولات بفرق كاملة، مستحيل يعني. أكيد يعني لها صحة، بس ما للجاهزية لا، إحنا نجهز اللاعبين اللي يستحقون التجهيز. نعم يعني قلة الأموال وعدم دعم اتحاد الأثقال الذي يلقب باتحاد الذهب، يعني هذا الاتحاد شاهدتنا مجروحة به، ولكن من خلال متابعتنا نشاهد أنه هذا الاتحاد أينما يذهب يأتينا بالإنجازات العالمية العربية الآسيوية، لكن لماذا يعاني من شح الأموال على عكس بعض الاتحادات التي ليس لديها أي مشاركة لكن لديها بحبوحة مالية؟ يعني هذه المفاضلة كيف نتحدث والله عنها؟ هذا السؤال يعني المفروض يتوجه إلى الناس اللي تقسم الموازنة العامة للاتحادات. سمعنا فترة من الفترات أنه راح يكون تقييم الاتحادات وفق الإنجازات، بصراحة فرحنا قلنا يعني قالوا الاتحادات تقسم اللي عنده إنجاز عالمي اللي عنده إنجاز كذا تكون ميزانيته عالية وترتيبات، لكن هذا بصراحة ما صار، وظلينا على نفس النمط اللي صار من قبل كورونا، ولحد الآن نمشي على شغل واحد على 12. وبالتالي أنت مثلا إذا تفاجئك بطولة، مثلا تجيك بطولة خلينا نقول مال البحرين، راح تشترك بها أنت بثلاث فرق يراد لها مبالغ كبيرة بين تذاكر بين رسم اشتراك، وأنت راح تجيك الواحد على 12، شلون راح تسد المبلغ؟ لأنه المبلغ اللي موجود عندك ما راح يكفي، فهنا راح تصير أمور اللي الأمور هذه المالية كلها مو بيدينا، إحنا نمنح هاي الفلوس وبالتالي نتصرف وفق هاي الفلوس اللي عندنا. يعني يعقل العراق أن يقلل مشاركاته أو يحجب مشاركاته بسبب الأموال ونحن نمتلك
وفرت الأموال. نحن العراق دكتور. إيه صحيح صحيح، أنت تتكلم صحيح، بس الظرف اللي تمر به الرياضة العراقية بهذا الوضع، يعني تقسيم الأموال للاتحادات تكون مبنية على هالأساس. وصراحة تقسيم الأموال يعني ما بي دراسة، والمفروض الاتحادات تقسم إلى أصناف، صنف A صنف B صنف C. الأي اللي هو اللي عنده مشاركات أولمبية وعنده أبطال آسيويين وعنده أبطال عالمين، هذا ما يجي يقاس مثل ما اتحاد يادوب هو اتحاد محلي، يعني لحد الآن هو قائم يريد يسوي له لعبة أو يريد يسوي له مشاركات. يعني إحنا عندنا بالنسبة لنا بطولات العرب من البطولات الطبيعية جدا، بس أكو بعض الاتحادات ثالث أو رابع أو سادس على العرب ما عنده. دكتور حضرتك الآن رئيساً لاتحاد منطقة غرب آسيا، وبالتأكيد هذا المنصب هو تشريفي للعراق وأيضاً هو مفخرة للعراق. هل دعمت من قبل الحكومة العراقية، الرياضة العراقية، وزارة الشباب، اللجنة الأولمبية لغرض سحب المناصب إلى بغداد؟ لا طبعاً لا، يعني ماكو. إحنا تحديداً يعني سابقاً كان أكو دعم للاتحادات غرب آسيا، الحمد لله ما حالفنا الحظ بها يعني. أما هاي السنوات الأخيرة يعني الأربع نهائياً لا توجد ميزانية أو دعم، يمكن الدعم مقتصر على الاتحاد العراقي، يعني الاتحاد العراقي حاول يدعمك كرئيس اتحاد غرب آسيا باعتباره عضو من اتحاد غرب آسيا، يعني خلينا ممكن يقول لك أنا استضيف وساعدك بالاستضافة أو اجتماع الآخرة. أما كتوجه حكومي إنه هاي المناصب الإقليمية والقارية والدولية بها دعم معين، لا ما شفنا هذا الدعم. طيب أين مقرك وأنت رئيس الاتحاد؟ مقر عندنا مكتب خاص على نفقة الخاصة. على نفقتك الخاصة؟ نعم. الآن سمعت أن اتحاد غرب آسيا ينوي إقامة بطولة في بغداد أو أربيل أو سليمانية، وهناك ترحاب كبير من قبل أعضاء منطقة دول غرب آسيا أن يحضروا إلى العراق، كيف ستهيئ هذه الأمور؟ الحقيقة هو أكو طلب من دول اتحاد غرب آسيا يريدون من عند أنه ننظم، لأنه على اللي شافوه من ضيافة واستعداد بطولة العرب، هم ذي يطلبون من عندنا أنه نستضيف بطولة غرب آسيا. صار الاتفاق يعني كلام مبدئي مع سيد رئيس الاتحاد العراقي محمد كاظم مزيل على أنه نحاول أنه الاتحاد العراقي يطلب الاستضافة مع دعم استضافة منطقة غرب آسيا، وبعد الموضوع يعني تحت المناقشة إذا الله سهل يعني أكو إن شاء الله عملية بإذنه تعالى. لكن الكويت ستحتضن بطولة غرب آسيا للمنتخبات، يعني هل العراق سينافس الكويت أم هناك تنظيم آخر؟ لا، غرب آسيا ما اللي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة هو للمنتخبات الوطنية، لكن احنا ممكن نستضيف بطولة أندية غرب آسيا. يعني هو هذا اللي راح يكون. مع العلم الأردن طلبت أيضا استضافة بطولة أندية غرب آسيا، فنشوف يعني الطلبات اللي صارت، حتى ظلوا يعني يتكلمون مع السيد رئيس الاتحاد العراقي بأنه يريدون يستضيفون، يعني أنه العراق يكون مستضيف أفضل مما يستضيفه غير دولة ثانية. أكو أفضلية صارت إنه مثل ما قلت لك من خلال بطولة العرب اللي تمت مؤخرا. ماذا أضاف منصب رئاسة اتحاد غرب آسيا للإثقال العراقية أو لشخصك على مستوى العراق؟ والله بالنسبة لنا كمنصب هو أنه تكون العراق من ضمن الدول السيدة المنطقة، وتعرف أنه العراق برفع الأثقال هو قائد هذه المنطقة من ضمن الرؤوس اللي بالاتحاد الآسيوي. أما الإضافة بالعكس، إحنا ضفنا للاتحاد غرب آسيا، يعني اتحاد غرب آسيا أول اتحاد من دول يعني الأقاليم اللي موجودة هاي الزونات إنه يكون من ضمن الاتحادات اللي هي من حق لها ترشح للدورة الألعاب الأولمبية، يعني بطولات تأهيلية معتمدة. هذا اللي سويناه بطولة غرب آسيا لما استلمناها، بالنسبة لنا قمنا نصير بطولة أندية، دورات تدريبية سوينا، دورات تحكيمية، فبدينا نضيف. كانت هناك استجابة؟ طبعا يعني استجابة من الدول، لأن تدري الزون هذا متعطش لتنشيط هذا الموضوع وتطوير اللعبة. وانت إذا تلاحظ يعني هاي الدول مثل يعني السعودية وعمان والكويت نشطت بعد أكثر، لأن هي هذه الزونات بطولة الزونات تنشط المنطقة، تدعمها، تطورها. يعني احنا يكفينا فخر انه خلال هاي الفترة بالضبط تقريبا 9 حكمات دوليات عندنا صارت. جميل. من الكويت، من السعودية، من البحرين. فهذا صار منين؟ من خلال هذا الدعم لنا. اما هذا تخليه على القارة بشكل عام، فالقارة بشكل عام تدري 43 دولة ما يكون الاهتمام بشكل الصحيح لحل. نعم. دكتور ما عدا محمد جلود، لماذا العراق غائب عن المناصب السيادية في الاتحاد الآسيوي، في الاتحاد الدولي؟ يعني حضرتك الآن عضو لجنة فنية في الاتحاد الدولي وهذا منصب، لكن نحن نريد أن نصل إلى مركز القرار
في هذه الاتحادات الكبيرة الفعلية؟ ما الذي يعيقنا؟ ما يعيقك شيء، بس هو الترشيحات ما يجوز اثنين من بلد واحد يصيرون بمكتب تنفيذي بس، فلذلك مرشحنا جلود الى رئاسه الاتحاد الدولي ما يجوز. يعني انت مقر اسيا لازم واحد من كل دوله، الاتحاد الدولي واحد من كل دوله، الاتحاد العربي واحد من كل دوله، فلذلك ما عندنا غير مكتب تنفيذي ولجان، واحنا اللي اذا ناخذ اللجان اهم لجنه اللي هي مصدر القرار اللجنه الفنيه، فلذلك اذا ناخذ لجنه فنيه ومكتب تنفيذي، لجنه فنيه ومكتب تنفيذي. ونحن نشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العربي. نعم، محمد كاظم مزعل رئيس الاتحاد العراقي هو نائب رئيس الاتحاد العربي واللجنة الفنية أيضا. نعم، اتحاد الأثقال بهذه الفترة كيف تقيمه دكتور مصطفى؟ أنا راضي على اتحاد الأثقال، يعني هذا اللي على مستوى الإنجاز لا بأس به، جيد جدا، يعني بطولة عالم دجيب، بطولة آسيا دجيب، هذا كمستوى الإنجاز. عدد اللاعبين حاليا لا بأس بهم، عدد الأبطال مع العلم بالرغم قلت لك من الكبوة اللي مر بها الاتحاد العراقي فقدان 3 لاعبين، بدينا نشد على لاعبين جدد شباب لهم يعني باعهم قصير جدا كفترة تدريبية، والحمد لله والشكر لو كان دورة التضامن الإسلامي يعني نشترك بها كان شفت الإنجازات اللي راح يحققها اللاعبون، يعني كمستوى الحمد لله والشكر. لاحظنا أنه عدد من لاعبي اتحاد الأثقال أبعدوا بسبب عقوبات دولية، بسبب المنشطات أو المنشطات المحظورة أو بعض الأمور، تناول بعض المواد. نعم، ما هي القرارات التي أنتم اتخذتموها بصدد الحد من هذه الظاهرة كاتحاد غرب آسيا وكاتحاد عراقي؟ لا، أنا أتكلم لك عن كاتحاد عراقي. كاتحاد عراقي إحنا أول اتحاد يضع في نظام الداخلي العقوبات الكاملة، رفعناها من الITA الموجودة اللي موجودة كقرار وكذا، وضعناها بمادة رقم 13. نعم، وبالنسبة أن كل اللي يدرون به أنه إحنا ما تاركين اللاعبين، بين فترة وأخرى إحنا راح نسوي فحوصات عن طريق المنظمة العراقية للكشف عن المنشطات، بين فترة وأخرى نحاول توجيه اللاعبين، الكلام معهم، توجيه المدربين. أنت هذا أنت مثل ما تعرف هذا الشيء ما تقدر تسيطر عليه سيطرة تامة، اللي تقدر عليه أنه يسوي وقاية، فهو ما يفائدة العقوبة بعد أنه اللاعب ينفصل. يعني أنا أكيد المتضرر هو الاتحاد، المتضرر اللعبة بشكل عام، أنا أتكلم عن لعبة بشكل عام تتضرر. يعني أنت إذا اللعبة توقفت لمدة سنة أو سنتين، دكتور ثقافة اللاعب تلعب دور في هذا الموضوع 1000%، مو 100%. يعني طيب، إذا ما يكون اللاعب أنتم كاتحاد يعني هل لديكم دورات تثقيفية، أطباء ينصحون يمنعون؟ والله اللاعب بيعتمد على مجهودات الشخصية. إحنا دا نحاول مع الطب الرياضي العراقي مع الدكتور حيدر الموسوي إنه ننظم هاي الدورات ونحاول نتكلم باللي نعرفه وباللي نقدر عليه. أكو فرق بين المنشطات والمكملات؟ لا، المكملات هاي واحدة، هاي المسموع، يا ريت يتجهون كلها للمكملات. المكمل هو أكل طبيعي، إحنا نحكي عن المنشطات، المواد المحظورة بشكل عام هذا. لكن في لاعبين يعني وقعوا ضحية مكمل غذائي، وقعوا ضحية مكمل غذائي، فكان المفروض الحذر يكون أعلى. يعني مثل ما تعرف الحالي يعني ماكو شخص بالعراق وتحديدا اللاعبين ما يعرف يستخدم جوجل وما يعرف يستخدم كذا، فكان المفروض يعني يكون أكثر حذر اللاعب مالتنا، يكون أكثر حذر. الاتحاد الأثقال العراقي لاحظ كل ما يحقق إنجاز بعض سهام النقد تطاله، كيف تفسر هذه الحالة في الوقت اللي يمكن الكثير أجمع على أنكم اتحاد مميز، اتحاد يمتلك القاعدة ويمتلك الإنجاز، لكن بالمقابل هناك سهام نقد جارحة؟ لا، متعودين على هالسهام، يعني متعودين دائما تكون مع الإنجاز، لأن تدري هذا الإنجاز يحقق الاتحاد العراقي، وأكو ناس للاتحاد ما أقول أعداء وإنما معارضين للاتحاد يحاولون من أبناء اللعبة. أكيد من أبناء اللعبة، يعني ما أكون من خارج أبناء اللعبة، لأن خارج ابناء اللعبة ينظر للإنجاز بس. نعم، فلذلك أكو مقصود الموضوع، بس إحنا ماشيين يعني أكيد ماشيين، اللي يسولف يسولف، كلامنا وردنا هي الأوسمة بس، لا أكثر ولا أكثر. نعم. بعد إصابة علي عباس في بطولة آسيا البعض يعني لام الاتحاد، لكن الإصابة هي واردة في كل بطولة، كيف يرد الدكتور مصطفى على هذا؟ يعني ما يلام على شنو؟ يعني لاعب نزل وصارت عنده إصابة، هاي الإصابات الطبيعية برفع الأثقال يعني. نعم، اللاعب جاي نزل، شفته يمكن حضرتك 3 رفعات
هو اللي طلب حتى الرقم، احنا تناقشنا بالرقم معه وكان يفضل انه 141 وهاي البطوله يعني الاصابات وارده، اما الاتحاد ما اعرف يعني. فهو شوف يعني هو اللي يحب يمشي كل شيء واللي يكره يوقف على كل شيء، فهي من دي من عنده يعني. لكن اللي يكرهونه بدأوا يكثروا. خليهم على راحتهم ما يعني عادي. نعم. اعود الى اعداد البطل دكتور، يعني انتم مسؤولون في اتحاد غرب اسيا واتحاد العراقي لرفع الاثقال ان تعدوا ابطال مثلما شاهدناكم اظهرتم لنا صفاء راشد وسلوان وحيدر وغيرهم وغيرهم. الان يعني جيل رقم 7 هذا هسه. نعم جيل رقم 7 ما شاء الله. الان جيل علي عمار يسور وجيل علي عباس وجيل الاخرين، يعني هذه العمليه كيف تتم؟ لانه الكثيرين يعني لا يعرفون كيف تتم عمليه اعداد البطل اللي تمتد لاشهر وسنوات. لا هي تمتد السنوات، سنوات قويه يعني. هذا يكون اول شيء يعني مثل ما تعرف ممكن انه نشوفه من خلال البطوله، مميز موهبته جيده، تم التعاون مع النادي مالته، تم التعاون مع المدرب مالته، وبالتالي يبقى جهد يعني تربي لك ولد ابنك وده تربيه يعني تستلمه من الاشبال او من الناشئين والى ان توصله الى مستوى المتقدمين ويكون بطل اسيا او متميز من ابطال العالم. فهي يعني لذلك مشكله اتحاد رفع الأثقال هي مو ممكن إنجاز سريع ممكن تسويه أنت، يعني ما يقل عن 6 إلى 7 إلى 8 سنوات يا الله تنتج لاعب واحد مميز، هذا المشكلة عندنا. نعم طبعا هاي تولد عبء طبعا وشيبنا من ورايا. لا بعدك شباب والله شيبنا بعد شكل بعدك شباب. دكتور هذه البطولة تكاد تكون مختلفة لشراستها ولعددها الكبير، لأنه في أول يوم تواجدنا أنا وحضرتك قلت لي يعني هناك تلبية لدعوة هذه البطولة أكثر من 29 دولة آسيوية. نعم. يعني شلون نفسر هذه الحالة؟ فعلياً 25 دولة اشتركت فعلياً بالفرق مالتها، وإدارياً 29 اشتركوا بالاجتماعات. فالضغط ابتدى اشوفه يعني جروب اي وجروب بي. نعم. ولا تنسى هي يوث وجونيور، كانت نسبه اليوث عاليه بالمشاركات. نعم. وهي اتوقع صار متنفس للاعبين لانه اليوث دائما بطولاته جدا قليله فصار الاغوال عليها يعني. نلاحظ الغلبه دائما لدول شرق اسيا اللي تتسيد الموقف على مستوى الرجال على مستوى السيدات وخصوصا في هذه البطوله، يعني هل سياتي يوم على باقي الدول صعوبه اللحاق بهم؟ هو اكو منافسات عاليه، لا تنسى انت تتكلم عن دول مثل الصين وفيتنام وكوريا الشماليه واندونيسيا وتايلاند. اندونيسيا دول دول متميزه وعندهم كثافه عدديه سكانيه جدا عاليه. نعم. فدول مشهوره بالاوزان الخفيفه تحديدا في بطوله. نعم. اسيا. نعم. اما دول البقيه يعني الحمد لله انت شفت البارحه سوريا، السعوديه، العراق اليوم ان شاء الله، ايران، البحرين متميزه جدا، البحرين. فعندك يعني بدت تنافس اثنين، اكو دول لها باع طويل واهتمامات والكثافة السكانية اللي عندها لها تأثير عالي جدا في كيفية استقطاب طبعا. نعم. أكيد. لكن العراق يعني من سنوات هو متسيد كان الموقف على المستوى العربي على المستوى الآسي، ينافسه إيران دائما. نعم. ما يعني زال العراق هو مسيد. اللي المشكلة أنت اللي تحسه هو كثرة التضليل والكلام الزايد يعني. اما العراق لحد الان بطوله العرب يعني ابسط بطولات عرب يعني كل الدول العربيه جت اشتركت، احنا اخذنا من بين 5 كؤوس 4. نعم. العراق يمتلك قاعده من السيدات من بنات اربيل العراقيه العزيزات اللي حققوا انجازات. نعم. لماذا غبنا عن هذه البطوله دكتور؟ مو غبنا، اول شيء ما عندهم يوث تحديدا 17 سنه الجو ما عندنا، 20 سنه كان بس لاعبه وحده. انت من تجي تشتري قلت لك ما اقدر اجيب لاعبه تطلع الاخيره اصلا، تتحول الى صدمه نفسيه لها. صحيح. لاعبه تشوفها تبعدها، فاحنا نحاول نبعد هذا. اثنين عندك الانضباط والالتزام بالتدريب، انت لاعب ما تقدر يجيك يعني دخله بمعسكر تدريبي من بين 90 يوم ما يجيك الا 8 أيام أو 7 أيام. اكو ضوابط بالمنتخب الوطني يلتزم بها اهلا وسهلا، ما يلتزم بها لكن بطوله العرب موجوده قريبا ان شاء الله، واكيد راح ندعوهم المعسكر التدريبي. وبالتالي يعني دكتور حضرتك استاذ جامعي في كليه التربيه الرياضيه جامعه بغداد وانت تشغل هذه المناصب، كيف توفق ما بين هذه المناصب؟ وكان الله في عونك طبعا. الله يخليك. حاليا هو اكو القرار استفادين منه مال التفرغ
يعني ولو ما حصلت إلا بنهاية الامتحانات. لكن يعني اللي دي يصير إنه عدد محاضراتي يومين أو ثلاثة أيام بالأسبوع أخذه، وبالتالي موضوع الاتحاد الحمد لله وشكر موجود يعني كاتحاد نتعاون أنا وسيد رئيس الاتحاد وماشي الأمور. يعني المهام الدولية تعرفها تكون تحدد بالبطولات وبالاجتماعات تحديدا. يعني دكتور يعني بصراحة أنت تعويذة الأثقال العراقي، دائما ما نشاهد حركتك الدؤوبة، ويعني أقولها وأنا شهادتي مجروحة أنه أثقال العراق يعني مصطفى صالح، مع الاعتزاز بالأبطال الكثار، ولكن حضرتك ما دائما ما تتصدى للمناصب الإدارية والأمور الفنية والمؤتمرات، فهذا الموضوع يعني كان الله في عونك والله دكتور. إن شاء الله التعويذة جيدة أولا. اثنين هذا اللي تقوله جايب لي يعني الشغلات الموزينة المشاكل. يعني المشكلة أنا مدير مكتب تنفيذي، مدير تنفيذي الاتحادنا مثل ما تعرف قرارات اللي لغت أمانة السر، فأكيد المهام انتقلت. أنا أنفذ قرارات وسياسات الاتحاد بالزينة وبالشينة. فلذلك أي شيء يصير هذا الموضوع اللي يصدق. أما الاتحاد إذا مو اتحاد متكاتف وموجودة برئاسة صحيحة موجودة بأعضاء صحيحين، ما ممكن إنه إحنا نشتغل. إحنا جهة منفذة، يعني الدكتور مصطفى هو جهة منفذة لقرارات الاتحاد وتوجهات الاتحاد. دكتور نحن على أبواب انتخابات جديدة لاتحاد غرب آسيا، أين ستجرى الانتخابات وما هي استعداداتكم؟ هل في النية تجديد الولاية الجديدة إن شاء الله؟ يعني بطلب من الدول أنه أكو تجديد، وإن شاء الله يكون بالعراق. تناقشنا عنه سيد رئيس اتحاد الأثقال العراقي أنه إذا ممكن يستضيف يعني مؤتمر الانتخابي، وإن شاء الله يعني بعد يعني هو بشهر 12 راح يصير الانتخابات إذا بصير. نعم. راح أرجع إلى نقطة مفصلية وجوهرية، وأنا أستغل حضورك الكريم في هذه الفقرة المهمة جداً، فقرة الأموال التي تعاني منها، وكلنا نعلم أن اتحاد الأثقال له اعتبارات كثيرة من ناحية الغذاء ومن ناحية التجهيز ومن ناحية الإعداد، يحتاج مبالغ طائلة اللاعب حتى نعده حتى نصرف عليه مكملات، وكنا نعرف أن أبنائنا هم من الأسر المتعففة وإما من الموظفين وإما من الطلبة. إذا استمر هذا الوضع يعني كيف ستجدون الحلول الآنية لغرض استمرار المسيرة؟ يعني أنت مثل ما قلت اللعبة رفع الأثقال يحتاج لها دعم، والدعم بالذات اتجاه البروتينات إلى آخر. الاتحاد يحاول جهد الإمكان يوفر مبالغ جدا بسيطة للمبالغ اللي يحتاجها. لكن هاي 6 أشهر اللي فاتت الأخيرة كان الدعم من قبل اللجنة الأولمبية، يعني المعسكر على نفقة اللجنة الأولمبية، فرفع هواي من كاهلنا. يعني تدري أنت لو هاي 6 أشهر المعسكر صاير على الاتحاد العراقي كان الميزانية قاعدنا اليوم حتى مشاركة ماتوا. فلذلك صار أكو تعاون. أنا أمنيتي التعاون يكون ما بين يستمر ما بين اللجنة الأولمبية والاتحاد أو الاتحادات بشكل عام. الاتحادات المميزة يا أخي الموازنة هسه أنت ميزانيتهم تقول ما أقدر أتدخل بها لأنه هاي حصص ثابتة. طيب تدخل مثل ما هسه تدخلت وياي بست أشهر معسكر تدريبي، ما أقول لك اشتغل 6 أشهر معسكر تدريبي، حاول تدعم لي 4-5 لاعبين في كل سنة حتى أقدر أنا أستمر أشتغل مع الإشبال وأشتغل مع الناشئين، والأولمبية تشتغل مع يعني الإمكانية الجيدة من اللاعبين اللي يجيب بطولة آسيا اللي يجيب بطولة عالم. يعني هو اللي يجيب بطولة عالم بعد شي يريد يجيب؟ أنا بس أسألك سؤال، يعني هذا جبنا بطولة عالم يعني شو يريد نسوي؟ وإن شاء الله اليوم ونتمنى بعد اللقاء نروح راح تشوف يعني لاعبنا منافسته شلون. فمثل هيك لاعب وعدنا مثله وممكن نعد مثله، زين هذا شقد ينتعب عليه؟ شقد أهله يصرفون عليه؟ شقد والده يدفع له حتى يشتري المكمل الغذائي؟ يعني إذا بالشهر ما يريد يقول يكلف له ما يكلف ما بين 750,000 المليون. إحنا هذا المليون يمكن يسمع لاعب كرة القدم أو اللي عدله كرة قدم يقول لك شنو مليون دولار؟ يقول لا مليون دينار عراقي 600 دولار، اللي هي لا شيء بالنسبة لهم، بس إحنا بالنسبة لعوائلهم هاي كارثة. زين بس المن تسولف يعني كل قيادات الرياضية هم رياضيين وهذا اللي موجود عندي، وأنا يعني أنا إنتاجي موجود على الساحة. أنا ما عدي راح أوعدهم أنه راح أسوي لهم، لا أنا عدي أبطال على الساحة موجودين وفق ما متوفر فالمفروض الدعم يكون واضح.
نعم. طبعا احنا وصلنا الى نهايه هذه الفقره وانا سعيد جدا بحضورك الكريم رغم المشغوليات المهمه. يسعدني ان استمع كلمه من مصطفى صالح الى ما راح اقول الجمهور، الى من يهمه الامر. الى من يهمه الامر، رياضه رفع الاثقال من الرياضات يعني المهمه بالعراق وبالمنطقه، اتمنى دعمها بالنسبة للناس المهمة اللي هم يتولون سدة قيادة الحركة الرياضية. رفع الأثقال هي رياضة مهمة جدا، أرجو أن تدعموها بالمال بالمعنوية، أن تدعمها تهتم بالإنجاز. يعني ما يصير واحد يجيب بطولة عالم ومقابلة ما حد ما يستقبله، هذا بس هاي اللي أقوله. وأوعد الجمهور بشكل عام العراقي أنه إن شاء الله يعني القادم أفضل. رسالتي للمحبين وغير المحبين، أتمنى أنه تحافظون على سمعة ورياضة رفع الأثقال حتى ولو كان أكو هناك خلافات إدارية. يعني بس أنا أقدم لك بشكر جزيل. أنا أشكرك جدا 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 لأن تعبت هاي 13 يوم ما خليت يعني تعبتوا بصراحة أنت والعصام الورد المصور، فيعني أنتوا بصراحة عند تقدمون رفع الأثقال للجمهور العراقي، وهذا إحنا اللي محتاجينه. الشرقية دائما داعم. بارك الله بقناتكم وبارك الله بك. أشكرك مرة أخرى. شكرا جزيلا. إذن سادتي الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة من الحلقة الأخيرة لتغطيتنا الحصرية لقناة الشرقية وبطولة آسيا برفع الأثقال، كانت مع الدكتور مصطفى صالح رئيس اتحاد غرب آسيا ونائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال. مستمرين معاكم سادتي الأحبة في اليوم الأخير من منافسات بطولة آسيا برفع الأثقال من العاصمة الأوزبكية طاشقند. تبقوا. أهلا بكم سادتي الأحبة، بعد أن عدنا وتعرفنا على ما تحدث به الدكتور مصطفى صالح رئيس اتحاد غرب آسيا لرفع الأثقال، الآن نعود إلى المنافسات اليوم الأخير، اليوم الذي ينتظره العراقيين والعرب. علي عمار يسر سيتنافس مع الذهب وسيبحث عن شرف التتويج وإضافة ميدالية جديدة للعرب بعد أن حققها الأشقاء في السعودية والبحرين وسوريا. تعالوا لنتابع آخر استعدادات البطل علي عمار للتنافس على الذهب في وزن 109 كيلوغرام. إلى هناك. Congratulations, gold, Mabruk! Sportçılar yine bir gol kutlayınız. قالها وفعل، ختامها مسك، بلدوزر الأثقال العراقية والآسيوية. البطل علي عمار يسر يفخر بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية. ألف مليون ترليون مبارك كابتن. الله يبارك فيك أستاذ محمد. طبعا المنافسات كانت جدا قوية ويا الإيراني، بعد ما غلبته بالخطف بعشر كيلوات، فكانت رفعة الخطف اللي ساعدتنا على إحراز الذهبية. بعدين بالنتر هو أخذ 100 من الذهبية بالنتر، ف
بس لكن المجموع اللي احرز ثاني علي فضل الخطف، وهذا اشكر جهود الاتحاد واشكر جهود المدربين واشكر جهود صديقي علي عباس ما شاء الله والحمد لله. كابتن، كان هناك صراع بينك وبين نفسك حول الاوزان، يعني بديت تلود على نفسك؟ لازم الود على نفسي لان هي مداليا اسيويه مو هينه، طبعا هذا العراق لازم من اجل هنا لازم اجيب مداليا للعراق. وشون شفت المنافسه كابتن؟ المنافسه كانت جدا قويه واكو رفعات لازم اسويها، هاي رفعات جديده طلعت عليها لازم احسنها واسويها. طبعا مبارك لك الرقمين العراقيين الجديدين باسمك. الحمد لله، هذا طبعا شرف لي انه هذه الارقام تصير بالعراق والحمد لله. لمن تهدي هاي الميداليات؟ هذه الميداليات الى والدي العزيز، طبعا هو والدي ومدربي واهديها الى كل الاتحاد طبعا المدربين والى العراق، طبعا العراق هذا العراق الحبيب صانع الابداع الاسيوي الكابتن عباس ياسين، الف مليون تريليون مبارك لكم هذا الانتصار. اشكرك كابتن محمد، هذا الفوز نصر للعراق زين، وكانت منافسة شرسة كلش قوية، بس هو بطل وصاحب إنجاز، بطل عالمي واستحق الآسيوي، حصل ميداليتين ذهبية وفضية والمركز الأول. شلون شفت المنافسة مع بطل آسيا الإيراني؟ والله العظيم منافسة كلش قوية، كلش قوية ما تنوصف، بس هو الولد يعني بطل، بطل بجديه يعني، ونهدي هذا الفوز للشعب العراقي زين والى اخوان كابتن. يعني كان يطلب منك زياده بالوزن وانت كنت تقول لا، مو احنا نريد نضمن، هو الولد يعني عنده دفاع قوي، كان طلب 250 بس احنا نريد نضمن، لان المنافس مالته كان كلش قوي، بس احنا نريد نضمن الضمان افضل من رفعته وقعدنا، والحمد لله والشكر كان تخطيط ناجح والحمد لله. يعني انت قلت وفعلت، قلت ذهب للعراق وفعلا جابت الذهب. صح، هذا الفوز يهدي للشعب العراقي جميعا والى اللجنه الاولمبيه والوزاره زين، والى اتحاد الافقاد والى حضرتكم اللي انتم ما قصرتوا مواكبين الحدث لحظه بلحظه. الفوز الشعب العراقي، ويعني صراحه تعبنا هوايه وشاهد منافسات كلش شرسه بحيث يعني تمكنا نغلب اللاعب الايراني 9 كيلوات فوق المجموع، حقق اللاعب العراقي 373 كيلو مجموع، بينما اللاعب الايراني 364 تمكنا نغلبه ب 9 كيلوات، فالحمد لله اضاف اللاعب علي عمار اضاف في رفعه القطف 171 كان هذا رقم عراقي شخصي له، ومئتين واثنين هم رقم شخصي أيضا، الحمد لله تمكنا بتخطيط يعني دقيق جدا بين الكادر التدريبي وبين يعني الاتحاد أن نوصل الرباع على هاي النتيجة الحمد لله والشكر. تتوقع أن يحقق هذا الرقم؟ والله إحنا متوقعين له من زمان أن هذا اللاعب يحقق هاي النتائج، لأن هو لاعب بطل وإن شاء الله ما مستقبل، وباسمي باسم الاتحاد ان شاء الله راح يكون هذا اللاعب له مستقبل كلش كبير، وراح يصير دعم مباشر من قبل الاتحاد له شخصيا. اذا سادتي الاحبه، وتستمر الافراح العراقيه على المستوى الاسيوي، واكيد سنلتقي باحد الجنود المجهولين المساهمين بصناع هذا الفوز الاسيوي الكبير، بالتاكيد هو النائب الاول لرئيس اتحاد رفع الاثقال الدكتور مصطفى صالح. الف مبروك دكتور هذا الفوز الكبير. مبروك عليك، مبروك للعراق، مبروك للرياضه العراقيه بشكل عام. شفت اللي صار، شد مو طبيعي، مثل ما قلت لك قبل هذا اللقاء، قلت لك ان شاء الله الانجاز هو اللي راح يكون ردنا على كل التعليقات وكل الامور. السباق ما كان سهل نهائيا، يعني الحمد لله تمكن لاعبنا من تسجيل كل ارقام هاي المجاميع، ارقام جديده، ال 171 جديد، ال 202 هو جديد، رقم جديد له بالنسبه له، والحمد لله والشكر يعني بتكتيك المدربين والكادر الفني قدرنا انه نقدر نحصل على المجموع بوسامين ذهبيه، فالف مبروك يعني. دكتور كان هناك صراع
اللاعب مع نفسه يريد أن يرفع أكثر مما مطلوب منه. نعم، هو شوف اللاعب علي عمار من اللاعبين اللي لهم ثقة بنفسه، غيرته عالية جدا على بلده وعلى نفسه، عراقي أصيل يعني الحمد لله والشكر. بس مثل ما تعرف إحنا ما نقدر نمشي وراء رغبات اللاعب كلش يعني نقدر، لأنه حتى خوفا على الإصابة، خوفا على نتيجة المجموع. والحمد لله والشكر مجاميع جديدة حلوة، رفعات جديدة حلوة، منافسة شفتها على جدة لغاية الرفعة الأخيرة والأنفاس محبوسة، والحمد لله والشكر. سادتي الأحبة، مستمرين معاكم بإجراء اللقاءات مع صناع النصر العراقي الآسيوي، الرجل الذي صمت طيلة أيام البطولة لكنه اليوم نطق بأحرف من ذهب، رئيس اتحاد الأثقال العراقي محمد كاظم. ألف مليون تريليون مبروك هذا الإنجاز الكبير. محمد، شكرا للسادة محمد، ومبروك للعراق أولا، مبروك للهيئة الإدارية للاتحاد، ومبروك إلى أسرة اتحاد رفع الأثقال هذا الإنجاز اللي حققه علي عمار بعد منافسة شرسة مع الرباع الإيراني. ومثل ما ذكرنا المنافسة وجنابك شاهدت التكتيك والإخراج للاعب كان جدا مضبوط، والحمد لله قدر يحقق هاي النتيجة، وإن شاء الله إلى نتائج أفضل. دموعكم اللي انهمرت هاي دموع الفرح، دموع النصر، دموع طبعا دموع الفرح، ونبارك للجمهور العراقي والاتحاد الأثقال وكل العراقيين على هذا الإنجاز. يعني الآن الإنجاز مستمر، ما هي الخطوات المقبلة كابتن محمد؟ الخطوات المقبلة إدخال اللاعبين ضمن المعسكرات التدريبية وضمن الخطة المعدة من قبل الاتحاد للوصول إلى بطولة آسيا والعرب الاستقرار في البحرين. كابتن علي عمار يسر بلدوزر الأثقال العراقية مشروع نجم أولمبي، ماذا يقول محمد كاظم إلى من يهمه الأمر؟ والله يعجز اللسان عن وصف على هذا الرباع، كونه لاعب يعني يمتلك ثقة في نفسه ومتسابق جدا وخلوق إلى أبعد الحدود، فأتمنى له مو بعيد إن شاء الله بسعينا إن شاء الله يحقق وسام أولمبي. يحتاج دعم، لازم ندعمه. نعم. إن شاء الله. جولد مبروك. إذن سادتي الأحبة، أزدل الستار على منافسات بطولة آسيا برفع الأثقال للشباب والناشئين والتي استمرت لعشرة أيام متواصلة، ختامها مسك بطعم القهوة العراقية، النصر العراقي الذي تكحلت به عيون العرب في هذا اليوم بالميداليات الثلاث التي توشحت على صدور بطلنا الكبير علي عمار يسر، ثلاث ميداليات أهديت من قبل الاتحاد العراقي إلى كل العرب المشاركين في هذه البطولة وإلى الجماهير العراقية التواقة والتي كانت تتابع عبر الشرقية وعبر تغطيتها الحصرية اليومية لمنافسات البطولة. سادتي الأحبة، ها قد وصلنا لنهاية تغطيتنا المتواصلة التي استمرت لعشرة أيام، نتمنى أن تكون هذه التغطية قد نالت رضاكم، ونحمد الله على النصر الكبير الذي تحقق والذي أثلج الصدور والذي أفرحنا كثيرا. هذا محدثكم محمد إبراهيم الناصر، والمصور المبدع دائما عصام سهيل، أتمنى لكم طيب المتابعة، سنعاود بإذن الله تعالى قريبا لبث برنامج الشوط الثالث من استوديوهاتنا استوديو رقم 7 في مدينة أربيل وبقية المدن التي تبث منها قناة الشرقية. لكم إن شاء الله خالص التحية والمنى، ألقاكم بلقاء قريب، حتى ذلك الحين أقول لكم في أمان الله.